نادين، تهنئة على الفوز بمباراة اليوم. هل توقعت هذا الأداء من الفريق المصري؟ نعم، أتوقع من مباراة صعبة أمام الفريق المصري، لأن نعلم أن الفريق المصري لديه لياقة بدنية رائعة، وكانت مباراة أكثر من رائعة لكلا الفريقين، وأنا حزين على خروج الفريق المصري. إذا أردت أن توجه كلمة للاعبين المصريين الذين أدوا المباراة بشكل رائع اليوم، ماذا تقول لهم؟ هو فريق شاب، لأمامه فرصة واعدة في المستقبل، وبالتالي أعتقد سيكون، أتمنى لهم التوفيق في المستقبل. ماذا عن ضربة الجزاء، وماذا وهل كنت تتوقع أن علي سيقوم بتسديد الكرة بهذه الزاوية؟ لم أتوقع كثيرا، أنا حاولت أن أكون متحرر في هذه الكرة، وربما كان هناك أحد الحلول. لا تستطيع أن تتوقع أي شيء في مثل هذه المباريات، ولكن كنت محظوظا في بعض الأشياء. إنقاذ ضربتين اليوم، بنالتين من أحمد الأحمر وعمر، من أفضل لاعب في العالم. لا، أنا لا أعتقد ذلك، أنني أفضل لاعب في العالم. تهنئتي لك.